السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم عن ثلاجة ويرلبول بالريفيرونس ديالها بي تي ان اف 532200 اكس. شريناها وقلت نشارك معكم الجولة اللي عملناها في محل الكترو بلانيت. من شريناها شفنا الانواع ديال الثلاجات ورسينا في الاخر شرينا هذه لبعض المميزات هي اللي غادي تشوفوا معايا في الفيديو. غنشرح لكم عليها معلومات عليها كامله والميزه الجديده اللي فيها الميزه ديال الحاسه السادسه. غادي نشرح لكم كيفاش شنو هي هذه الميزه هذه وكذا بعض المميزات اللي فيها. عجبتنا كثلاجه قلت نشارك معكم اللي عندها فكره خاصها تشري الثلاجه معلومات حول هاد الثلاجه هادي بالذات. غادي تشوفوا معايا هنا دورنا في المحل شفنا بزاف ديال الانواع. شفنا هادي الثلاجات شفنا ديال العرض ديال 60 سنتيم. ها هما حنا خصنا هاد النوع ديال الثلاجات اللي عندهم فريغو من تحت. جبرنا هادو شويه في الضيق شويه ولكن مزيونه ماشي زعما الضيق زعما خايبه مزيونه. لكن دينا اللي زايده عليها 10 سنتيم في العرض. شفنا ماركات بزاف كاينه سامسونج كاينه ويربول كاينه بزاف ديال الماركات شفناهم. دورنا شي ساعه ونص حنا كندورو تن في الاخر رسينا على هذه الثلاجه هذه اللي غادي تشوفوا معايا الفيديو ديالها بعد ما جاتنا الدار شرح ومعلومات عليها. وان شاء الله يكون فيه افاده عند بزاف من الناس اللي باقيين كيخمو خصهم يشريو نيبيره خصوصا هذا النوع هذا اللي عنده فريغو من تحت. النيبيره اللي ديناها هي هذه. ها هي دينا هذه الماركه هذه ويربول 70 سنتيم العرض ديالها. غنعطيكم انا المعلومات عليها. هذه الاخريه هاد العرضه ديالها 70 كاينه اقل منها 60 وكاينه نفس هادي. غتلاحظوا الفرق كاين تكون ما عندهاش هاد البنطايه هادي على برا الشاشه على برا كتجبر نفس الفورما نفس الديزاين لكن ما عندهاش هاد الفورمه. الثمن ديالها طايح منها طايح من هادي. هادي 8000 درهم 7900 درهم. كاين اخرى غتجبرها قل منها. المهم غنعطيكم فكره عليها. هذا الشكل ديالها فيها فوق النبيره فوق الثلاجه ها هي ها هي اون فو اون تحت فريغو. نبدا لكم بالثلاجه. هذا الباب كتقدروا تبدلوا الباب هذه كتفتح من هذه الجهه كتقدروا تبدلوا كيتكون واحد اللعيبه بحال هذه واحد اللعيبه بحال هذه زايده. ملي كتبغي تبدل الباب الفتحه تجيك من جهه اخرى كتبدل من هنايا. الا بغيتي تفتح هذا الباب مثلا خصني يفتح من هنا بهذه الجهه هنا في الباب كيعملوا لك الفتحه من هنا فتحه من هنا كتبدل غير بزقره هذيك الفوقي. بغيتي تفتح مثلا من هذه الجهه انا خليناها هكذا. غنوريها لكم من داخل كبيره واسعه. حنا صراحه في مكازا بنتنا صغيره جينا الدار بنت كبيره النبيره. ماما كانت خصها هذه غير في الغرفه يعني كان خصها واحد النبيره غير صغيره ماشي كبيره بزاف. ولكن هذه مزيونه غنشرح من الاول. هذا عندها هذا هنايا ونعطيكم مميزات جديده اللي فيها زعما الجديده من بيناتهم. المهم نوريكم الفورمه بعدا. من بيناتهم فيها هذيك السيزيام سونس راه هي الحاسه السادسه. هي حسب المواد اللي انتي حطاها هي كتستشعر وكتعطيك درجه الحراره المناسبه للحاجات اللي حطاها. وهذه ميزه جديده في الثلاجه دابا. كاينه هاد جوج مجوره هنايا في فوقي كاينه هذا الخضره وفروطه. هذا المجر هذا خاص بالخضره والفروطه. اذا كنتي غتعمل فروطه الخضره غادي تفتح هذا كتشدو هكذا. وإذا كنتي عامله فروطه كتجيبو هكذا. فيه جوج الجهات هاد الجهه وهاد الجهه. هذا علاش هذا كي هذا كونترول ديال لوميديتي يعني كونترول الرطوبه. الخضره ما كتحتاجش الرطوبه بزاف فكتكون هاد الثقيبات مجدودين. وفروطه العكس ديالها يعني الا كان عندنا فروطه راه كيكونوا هادو مفتوحين. هذا هذه ميزه ثانيه بالنسبه لهذا المجار. هذا درجه الحراره ديالو راه بوحده ماشي بحال هادو. هذا ماكله مثلا اللي باقيه بقات الماكله مثلا البارح اولا شي ماكله بقات لك اي حاجه ماكله بقات كتعملها هنايا. اولا طلعتي شي حاجه من الفريكو خصك ديكونجيلا من بعد غطيبها تخليها هنايا. اولا شريتي مثلا اللحم اولا الدجاج اولا الحوت ما غتعملهمش في الفريكو غطيبهم ولكن نقولوا غدا نقولوا بعدو حتى ثلاث ايام كتقدر تخليها هنايا كتحافظ لك على الطراوه ديالها بحال اللي انت جبتيها فريش. بالنسبه لهذا المجر هذا هادي النبيره من فوقي على قلت لكم المميزه ديالها هي هادي واسعه وفيها الغرق يعني النبيره فيها ليسباس. واخا تشوفي هنايا مثلا هاد الجمجور كاينه هذا وهاد ليطاج وهاد ليطاج ولكن فيها الغرق. شوفوا معايا غير هذاك الفوقاني شو قداش. وهنا وريتكم انا كاينه وقلت لكم انا قبيلتي راه كاينه وحده كتشبه لها ما فيهاش ديك البانطايه من برا وغنهضر لكم على ديك البانطايه. وما غتجبروش فيها هاد الحويشيات فينيسيون والبلاستيك هذا وهاد الفينيسيون ما غتجبروهاش. كتجبر بلاستيك عادي كتجبر هادو عاديين وهادو هادو الجاج من داخل الجاج.
هذا بالنسبه لفوقي. بالنسبه لتحت فريغو، فريغو زعما صراحه الله كبير كبير، ثلاثه د المجوره كبار. ها هو شوف قداش مجر، شوف الغرق ديالو. والثاني ها هو، يعني ما تحتاجش تشري كونجيلاتور مره بوحديتو ولا ديك الفريغو بوحديتو، ما تحتاجش تشري مره. هذا المميزات ديالها والشكل ديالها مزيونه. هاد البانطايا اللي هنايا كتشعل من هنايا، كتشعل منها فينا. وهذا ملي كتبغي نتينا تخدم هاد سيزيام سونس، ملي كتبغي نتينا تخدمو كتكي عليه، يعني انه هي كتعطيك الحراره على حسب المكونات اللي فيها. وفيها ميزه ملي كتخدم سيزيام سونس راه هي بيدها، مثلا نقولوا النبيره خاويه فيهاش بزاف، هي كتعطي الحراره قد اللي في النبيره، بالتالي ما تهلكلكش الضوء بزاف. هادو هنايا لي زوبسيون، هنا كتعطيك هذا الالارم، الالارم فوق كتعطيه لك، مثلا شي واحد فتح النبيره وخلاها مفتوحه مده طويله، غير كتوصل جوج دقائق النبيره غتعطيك الالارم، غتعطيك صوني بان النبيره مفتوحه. كتجي نتينا كتوقف هذا الالارم، وديك الساعه كتشد النبيره ديالك، كتعطيك الالارم كذلك ملي كتكون الحراره مثلا تقطع الضوء، تقطع الضوء غدا تنزل الحراره، تنزل الحراره اش غتعطيك الالارم هنا بان الحراره النبيره نازله. كتجي تزول الالارم، كتزول الصوت، ولكن كتبقى شاعله شاعله شاعله، مثلا انت يرجع الضوء وترجع الحراره ناقص 10 عاد كيسكت هذا. وكاينه هذا الفريزر، هذا درجه الحراره النبيره فوقي، ها هما ها هما، وهذه درجه الحراره الفريغو. كاينه اوتوماتيك كتخليه عادي من حق لا بغيتي نتينا تعلي او لا خصك شي حاجه تكونجوليها بسرعه دغيا، كتعلي نتينا كتخدم هذا على ناقص 24، كتولي كيكونجولي بالزربه. هادو هذه فكره على هذه النبيره. بالنسبه للفينيسيون قلت لكم تقدروا تجبروا النبيره كتشبه لها ورخيصه، لكن ما غتجبروش هاد البانطايا هذه، ما غتجبرش هاد الفينيسيون هذه، ما غتكونش هي هي. هل شفتوا معايا؟ انا شرحت لكم معلومات عليها، وديت لكم فكره عليها اللي كتفكر تشري النبيره، فكره بالنسبه للي موجود وبالنسبه للي شرينا حنايا. معلومات عليها هي هذه، وهي هذه من داخل، هي هادي من داخل، هاهي فوقي، هاهوما مجورة فريغو ثلاثة، وسيسعة هادي 70 ديال السنتيم. صافي، كنتمنى الفيديو يكون كانت فيه شي فائدة. ما تنساوش دائما قراو كتب هاد قراو كتب هاد النبيرة وهادشي، رانا بزاف د المعلومات عطيتها لكم راه من هاد الكتاب هذا، كلشي كاينه، كاينه حتى بالعربية. هذاك السنسور فوقاش غيعطيك مثلا غتسمع شي مره عطاتك شي الارم، خصك تعرف هذاك الارم ديالاش، هي كتعطي ثلاثه ديال الارمات عندها، كل الارم كتبين لك السبب ديالو شنو هو، درجه الحراره، الباب مفتوحه، وكاين واحد اخر عاوتاني غير قراو هذا غادي تفهموا كل شيء. نتي نشوف لكم الجهه العربيه، ها هو شتي هنايا، ها مفاتيح منطقه التبريد النبيره من فوقي، منطقه ديك البيضاء هنايا، هذه هذه هي عاديه، هذه النبيره العاديه، ها هي عامل لك هنا مشروبات الالبان، الاطعمه، الاجبان، البيض، الزبده، الصوص، كل شيء. هذا اللي بالشراطي الخضروات والفواكه بحال اللي شرحت لكم. هذاك اللي تحت منه منطقه العنايه بالاطعمه صفر درجه مئويه، الادابه الامنه موصى بها لتخزين اللحوم والاسماك واللحوم المجمده والمكرونه الطازجه والمحشوه، الاطعمه المطهيه، بقايا الطعام. هذه المنطقه موصى بها ايضا لادابه الاطعمه. اوكي، درج منطقه التجميد، منطقة ديك اللي كحلم فوقي، هادي فوقانية منطقة التبريد الفائق موصى بها تجميد الأطعمة الطازجة المطهية. واخا واخا، هذوك الكري موصى بها تخزين الأطعمة المجمدة والمثلجات. وهذوك اللي شرحت لكم قيلة ها هما كاملين، والشرح ديالهم هنا، يعني استعملوا دائما الكتاب باش تفهموا بزاف د الحاجات فيها، وكيعطيك حتى الاحتياطات وكلشي. كتب مهمه ان الواحد يستعملها، خصوصا ملي كيخرجوا هاد الموديلات جدادين، فمزيان ان تعرفوا كلشي على النبيره. عطيتكم فكره اللي كتفكرت تشري النبيره، هاد النبيره مزيونه، او كتفكر عطيتك معلومات، يعني انت مشيت تشوف كذلك في السوق هذا، عطيتك معلومات على هذه اللي شناها حنا اقتنعنا بها وجبناها. ها هي عطيتكم هنا الصوره ديالها كامله، ها هي شو قداش كتبان كبيره، فريغو بعدا عجيب صراحه كبير، مزيون ويهز بزاف. دابا حنا عندنا فريغو كونجيلاتور بوحدو صراحه، ولا دابا ما عنده فين نحتاجو الا كانت شي مناسبه شي فرح، دابا حتى شي بقره اولا دجاج الفرح اولا هذا، اما زعما استعمال ضد حتى العيد، عيد كبير هذا كافي بزاف، مجر غارق وكبير، واسع ها هو، وعادك غارق
ثلاثه من هذاك عليك تشوف صافي هادشي ما كاين.